من 2012 ل 2020 ما خسرش باريس سان جيرمان دوري غير مره واحده بس، كانت قصاد موناكو اللي كان بقاله 20 سنه ما خدش الدوري. موناكو اللي بيضم اسماء زي فالكاو، برناردو سيلفا وفابينيو، قرر في السنه دي ان هو يعتمد بشكل اساسي على اللاعب الناشئ كيليان امبابي، ورهنهم جه في الوقت المناسب. امبابي في السنه دي قدر يدخل 15 هدف ويعمل 8 اسيست في اول موسم ليه كلاعب محترف. احنا هنتكلم عن لاعب واخد هداف البطوله 13 مره، منهم مره في كاس العالم، وبحصيله اهداف 300 هدف وهو عنده 25 سنه بس. الرقم ده هو اعلى من رقم كريستيانو رونالدو وميسي وهم عندهم 25 سنه. الاسطوره تيري هنري لما اتكلم عن امبابي في لقاء تلفزيوني قال لك كيليان امبابي هو الوريث الحقيقي لجيلنا، لديه السرعه والمهاره والحسم امام المرمى وهو لاعب المستقبل. ايه هي بقى مسيره كيليان امبابي وازاي الدنيا كانت مرسومه بشكل ما ليه ان هو ينجح، وفي نفس الوقت هو خد قرارات مهمه جدا ليه هو كلاعب. النص التاني برضو هنتكلم فيه عن فتره انتقاله لريال مدريد وازاي دي واحده من اعلى الصفقات اللي اتعملت اللي اضطر فيها رؤساء دول يتدخلوا فيها. خلينا نتكلم على المسيره دي كلها، بس قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للحلقه، احنا بننزل حلقه كل اسبوع. يلا نبتدي. اتولد امبابي سنة 1998 في فرنسا، وبالصدفة هي نفس السنة اللي فرنسا اخدت فيها كاس العالم ساعتها. امبابي طالع من عيلة تقريبا عيلة رياضية، بداية من امه جزائرية الاصل فايزة العمال، وهي واحدة من اشهر وكلاء اللاعبين اللي موجودين دلوقتي بسبب صفقة انتقال امبابي لريال مدريد، وهنتكلم فيها في النص التاني من الفيديو. وابوه ولفرد امبابي كان لاعب كرة قدم ومدرب دلوقتي، وفي نفس الوقت هو يعتبر مع امه وكيل اللعيب. وليه اخ اسمه ايثن كان بيلعب في باريس جيرمان، مؤخرا اتنقل لنادي ليل الفرنسي تقريبا. كيليان امبابي من اللعيبه اللي هم من هم صغيرين كانوا بيحبوا كره القدم، طول الوقت حاطط زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو كمثل اعلى، وهو صغير ينزل يلعب في الشارع بيقولك ان هو كان بيحاول بقدر الامكان يقلد زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو في حركاته. وهو عنده 6 سنين قرر ان هو يبتدي يتدرب كره قدم، وراح نادي اي اس بوندي اللي كان بيدربه ويلفريد امبابي ابو كيليان امبابي. مع ظهور ان اللاعب عنده موهبه ومهاره اعلى من اللي حواليه، قدرت الكشافه بتوع اكبر اكاديميه موجودة في فرنسا كلير فونتي ان هم ياخدوا اللاعب عندهم. كلير فونتي عشان اللي ما يعرفش هي نفس الاكاديمية اللي طلع منها تيري هنري وانيلكا، وبيجمعوا احسن لعيبة موجودين في فرنسا يبتدوا يدربوهم، وبعد كده يبتدوا يبيعوهم لاندية او فرق كبيرة قوي ياخدوا منها او يستفيدوا من الفلوس دي. وفي ناديين فعلا ابدوا اهتمام بكيليان امبابي، اول واحد تشيلسي. احنا عارفين انا راجل تشيلساوي وعارف كويس قوي ان تشيلسي هو اكتر فريق بيقدر ان هو يسيب اللعيبة من تحت ايده. وعندك ريال مدريد، بس ريال مدريد لعبها بطريقة تانية خالص. خد امبابي بعت له تذاكر وقال له ما تيجي تتدرب عندنا في النشئ، وراح اتدرب وقعد معاهم واتفرج على الاستاد، وراحوا كريستيانو رونالدو لو تعالى اتصور مع الراجل ده، الراجل ده هيطلع موهبه كبيره قوي، وفعلا اتصور معاه والصوره دي بتتداول كتير قوي الفتره الاخيره. بس امبابي وامه كان عندهم فكره تانية خالص، هم مش عايزين يطلعوا دلوقتي بره فرنسا، هم شايفين الوقت لسه ما جاش ان هم يطلعوا بره. وفعلا راحوا مضوا مع موناكو. موناكو في الوقت ده كان بيحاول ان هو يعمل فريق قوي، لان هو كان اتباع ساعتها لرجل اعمال روسي كان قادر ان هو يصرف قد كده على الناشئين ويصرف قد كده على اللعيبه الفريق الاول، لان هو ساعتها كان عنده فالكاو وابتدى يجيب لعيبه ثانيه بمبالغ كبيره، وقال لك انا عاوز اعمل جيل جديد يبتدي يشيل موناكو. بعد لحد دلوقتي ما نعرفش الرقم بالظبط اللي مضى معاه موناكو، بس هو اعتقد حاجه ناشئين مش هتكمل ال 100000 دولار ولا حاجه كده، لان هم بتعتبر رعايه للاعب. في موناكو الراجل كان ملفت للانتباه، هو امبابي كده دخل خلص على طول. الناس كانت حاطه له خطه ان هو هيطلع الفريق الاول في 2016، بس هم ما استنوش. في اخر 2015 في ديسمبر قرروا ان هو يبتدي يشاركوه او يبتدي يدخلوه في الفريق الاول حته حته، وفعلا نزل كبديل قدام فريق كان كده ضرب اول رقم قياسي ليه في الملاعب، ان هو ساعتها كان اصغر لاعب مكتوب او لعب مع موناكو كان تيري هنري. بس قدر امبابي بمشاركته قدام كان المره دي ان هو يكسر رقم تيري هنري، لانه اشترك قبل ما يتم ال 17 سنه ب 8 ايام او 18 يوم بس، وبعدها بشهرين بيضرب رقم قياسي تاني لهنري ويسجل اول اهدافه في دوري المحترفين، وتتحسب له ان هو اصغر لاعب ناشئ يسجل في دوري المحترفين. بعدها بشهر بس بيمضي اول عقد احتراف ليه مع موناكو، وكان مدته 3 سنين، وتحس ان هو بعد ما مضى عقد الاحتراف نفسه اتفتح وبقى مكنه اهداف. اول موسم كامل لعبه امبابي كان 2016 2017، لعب 46 ماتش، دخل 28 جون وعمل 14 اسيست، يعني انا بكلمك على 42 صناعه هدف او هدف في 46 ماتش بس. وما تنساش وهو عنده 18 سنه في الموسم ده قدر ان هو يدخل 4 هاتريك في نفس الموسم. يمكن اهم حدث لامبابي في الموسم ده ان هو قدر ان هو يشارك في دوري ابطال اوروبا. يمكن وانت بتلعب في الدوري المحلي غير اوروبا خالص، انت بتبتدي تتشاف
بره، ومستواه في دوري ابطال اوروبا كان فعلا لافت الانتباه، لانه قدر يدخل جونين في مانشستر سيتي وقدر يدخل 3 اجوان في بروسيا دورت، بس هم خرجوا بره البطوله. بس في موسم 2016-2017 قدروا ان هم ياخدوا الدوري بعد 20 سنة ما خدوهاش. نظرة العالم بدأت تختلف ناحية مبابي، وريال مدريد بدأ انه يبدو اهتمام باللاعب، ويجي صيف 2017 ويزور أوناي إيمري عائلة كيليان مبابي ويقعد معهم 3 ساعات عشان يقنعهم ان هو لازم يكون معاه في مشروع باريس سان جيرمان اللي هو بيتعمل دلوقتي، اللي هو هدفه الاساسي ان هم ياخدوا دوري ابطال اوروبا، وبيقدر ان هو يمضي معاه ب 180 مليون دولار في صفقة تعتبر هي تاني اغلى صفقة في الوقت ده، لان اول اغلى صفقه كانت لنيمار ان هو بينتقل لباريس سان جيرمان في نفس الموسم. ثنائيه نيمار ومبابي كانت واحده من اقوى الثنائيات اللي موجوده في الوقت ده، بس دايما كان نجم مبابي اعلى بكتير من نيمار، يمكن عشان فرنساوي بيلعب في الدوري الفرنسي، كان دايما هو الواجهه اللي بتعتمد عليها باريس سان جيرمان في التسويق. وعلى الرغم ان هو كان الهدف ان هم ياخدوا دوري ابطال اوروبا، الا انهم تشطفوا من ريال مدريد في دور 16 رايح جاي في السنه اللي خد فيها ريال مدريد دوري ابطال اوروبا، او في السنه من السنين اللي خدوا فيها دوري ابطال اوروبا. بس بالنسبه لمبابي هي ما كانتش سنه وحشه، لان هي دي نفس السنه اللي خد فيها امبابي كاس العالم مع فريق فرنسا. امبابي في كاس العالم بدا البطوله تحس ان هو ما كانش مركز قوي، وفي دور المجموعات ما قدرش ان هو يدخل غير جون واحد بس، اعتبر في الوقت ده اون جول على فريق بيرو. بس بعد ما خلصنا دور المجموعات وبدانا في النوك اوت، اول ماتش ليهم كان مع الارجنتين المرشح رقم واحد للبطوله، وقدر ساعتها ان هو كيليان امبابي ان هو يعمل اداء اعلى من رائع، لان هو بعد كده راح مدخل اخر جونين اللي كسبوا فرنسا قدام الارجنتين وكمل معاهم. بس بعد كده قعد ماتشين مختفي بعد ما كنا منتظرين نشوف هو مبابي هيعمل ايه في الكاس العالم، اختفى من الماتشين اللي بعد كده وجي في النهائي ولع ودخل رابع جون لفرنسا، وساعتها حصل على جائزة احسن لاعب شاب في البطوله. من بعد كاس العالم امبابي لعب 6 مواسم مع باريس سان جيرمان، قدر ان هو تقريبا يحصد على كل الالقاب المحليه، بس كالعاده فشل ورا فشل في دوري ابطال اوروبا. يمكن كانت اقرب نقطه ان هم يوصلوا وياخدوا البطوله كانت النهائي اللي اتلعب في لشبونه قدام بايرن ميونخ، وللاسف خسروا البطوله والحلم برده ما اتحققش. احساس امبابي ان هو دايما في احباطات، ان هو مش قادر يعلي مع باريس سان جيرمان الهدف، اعتقد ان هو كان سبب من الاسباب اللي خلته ياخد القرار ان هو يروح المدريد. عشان نحكي عن قصه ريال مدريد، يبقى احنا لازم نفرق من 3 عروض عملوهم ريال مدريد لمبابي، بدايه من اول عرض في 2017. بس قبل ما نبتدي في عروض ريال مدريد لمبابي، تنسوش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقه لو عجبتك لحد دلوقتي، وشكرا ان انتم مكملين. المحاوله الاولى كانت في 2017، اللاعب ساعتها كان لاعب المعجزه اللي عامل موسم ناري مع موناكو، وكل الانديه ابتدت تهتم بيه، وريال مدريد كان بيحلم من ساعتها ان هو يضم مبابي ويبقى هو خليفه كريستيانو رونالدو في الملعب. بس ساعتها باريس سان جيرمان قدر ان هو يعدي او يسبق ريال مدريد ويمضي مع اللاعب 180 مليون دولار زي ما اتكلمنا في صفقه انتقاله من موناكو لباريس سان جيرمان. بعد ما حلم 2017 اتكسر بالنسبه لريال مدريد، رجعوا تاني في 2022 وابتدوا يفكروا في اللاعب، خصوصا ان عقده اللي كان ماضي مع باريس سان جيرمان كان قرب يخلص، والعالم كله كان عارف كويس قوي ان مبابي خلاص رايح ريال مدريد. ريال عرض راتب 26 مليون دولار في السنه، مكافاه امضى 130 مليون يورو. على الجانب الاخر باريس سان جيرمان ما كانش قاعد مكتف، لا بالعكس، كان عارف كويس قوي ان لغه الارقام او لغه الفلوس هتفرق كتير قوي، لان ده اقوى سلاح مع باريس سان جيرمان، وعرضوا عليه رقم خيالي 50 مليون يورو سنويا ومكافاه توقيع 300 مليون يورو. وكان من الواضح ان هم مش هيسيبوا مبابي يروح بسهوله، والوضع زاد سخونه، لكن اللي زود الموضوع سخونه هو دخول ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا على الخط. الراجل الاول في فرنسا بنفسه بيرفع السماعه ويكمل لمبابي، وقرر ان هو يلعب عليه لعبه الفخر الوطني، وان انت واجهه فرنسا، وان احنا انت بس ان انت تمضي مع باريس سان جيرمان ده هيكسبنا كدوله ماديا. ومن الناحيه دي قدر ان هو يقنع مبابي في اللحظات الاخيره على انه يمضي مع باريس سان جيرمان. وساعتها مبابي قال لك كان قرار صعب، لكن حسيت ان باريس هو المكان اللي اقدر احقق فيه احلامي دلوقتي. ريال مدريد كانوا غضبانين جدا لدرجه ان فلورنتينو بيريز قال انا مش هنتظر لاعب مش عاوزيه. بس الموضوع ما خلصش على هنا. العقد اللي مضاه مبابي مع باريس سان جيرمان الاخير كان 3 سنين، هو الحقيقه ان هم كانوا سنتين ويمكن تتجدد لسنه ثالثه. ففي 2024 ابتدت الاحداث تطلع تاني، وابتدى الكلام عن ريال مدريد دلوقتي ممكن يقنع مبابي، خصوصا ان هو برضه فشل ان هم ياخدوا دوري ابطال اوروبا، واعتقد مبابي بقى جاهز. المشكله بقى ان اصلا ريال مدريد نفسهم ما كانوش جاهزين، وكتير من مجلس اداره ريال مدريد كان رافض الفكره ومش عايزين يتلعب بيهم، زي ما خلاص لعب بيهم في 2022 كانوا خلاص بيمضوا، وتقريبا قال لهم ان انا ممكن اجي، وفي اللحظات الاخيره اتفاجئوا ان هو ما جاش. وفعلا 2024 ريال مدريد قدمت عرض لمبابي، بس الاغرب بقى ان هم ساعتها العرض كان اقل بكتير، مش بكتير قوي بس هو كان مرضي، بس اقل من العرض اللي قدموه في 2022. المره دي قرر ريال مدريد زي ما خسر مبابي بالوضع العاطفي والدوله وي وي وي، قرر ان هو يخش في الجزء العاطفي مع مبابي. وفلورنتينو بيريز دايما كان عنده وكلاء هم اللي بيتفاوضوا مع اللعيب، بس المره دي هو اللي كان بيتفاوض مباشره مع مبابي، وقال له بكل وضوح ريال مدريد هو حلمك القديم واحنا هنا عشان نحققه معاك. ريال مدريد قدم 100 مليون دولار
دولار مكافأة توقيع لو فاكرين خد 300 مليون من باريس سان جيرمان. المرة دي هياخد ريال مدريد 100 مليون يورو بس. والراتب السنوي بيقولوا ان هو كان تقريبا 23-24 اقل من 25 اللي اتعرضت عليه قبل. باريس سان جيرمان برضه ما وقفش يتفرج وعارف ان المرة دي هي اصعب من المرة اللي فاتت، فقدم عرض جديد لمبابي ب 60 مليون يورو سنوي. تخيلوا الفجر، ووعدوه بصفقات ومكان في المجلس. انت اللي ممكن تقول مين يجي وما يجيش، ادوله كل حاجه ممكن او امتيازات ممكن لاعب ياخدها في الوقت ده. بس مبابي بعد ما مضى في 2022 حس ان المره دي او حس ان هو ما خدش كل المميزات اللي هم وعدوه بيها، فالمره دي قال لهم لا، دي كلها حبر على ورق، انا مش مستفيد حاجه وانا اخدت قراري خلاص ورايح ريال مدريد. وحصل شرخ كبير ما بين علاقه باريس سان جيرمان ومبابي في الوقت ده، لدرجه ان في مارس 2024 لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان ابتدى يتضايق في مبابي وابتدى يبدله كل شويه، يدعده على الدكه ما يلعبوش، وكلامه كله انا ما اقدرش اعتمد على لاعب انا ما اضمنش ان هو هيكون معايا المره الجايه، وعاوز اعود اللعيبه على انه مش موجود. لدرجه ان في مره لما مبابي خرجوه من الملعب ما قعدش في دكه البدلاء، طلع قعد مع اهله في المدرجات في مشهد بيقول هو الناس فهمته في الوقت ده على انك بتقول للناس ان انا هتحول لمتفرج مش لاعب كوره في باريس سان جيرمان. والتقارير بدات تطلع ان في خناقه كبيره ما بين فايز العماري والد مبابي ونصر الخليفي، لدرجه انها طلعت وقال احنا اتوعدنا بحاجات ولما بدانا وصدقناهم اللي حصل كان مختلف تماما عن اللي وعدونا بيه. وفي مايو 2024 وبعد خروج باريس سان جيرمان من دوري ابطال اوروبا اعلن كيليان مبابي رسميا ان هو وافق على عرض ريال مدريد، وقال انا محتاج تحدي جديد بعد 7 سنين قضيتها في فرنسا. الجماهير كانت مصدومه ورفضوا ان هم يعملوا اي حفلات وداع لكيليان مبابي، الموضوع كان بالنسبه لهم شخصي جدا وابتدوا يقولوا له انت مش مهم لينا دلوقتي. كلام بيقول ان حصل خناقه ما بين نصر الخليفي ومبابي بسبب الكلمه اللي قالها مبابي في حفل الوداع، وان هو ما جابش سيره الخليفي في اي كلمه في خطاب الوداع. وتم الاعلان عن انضمام كيليان مبابي من جانب ريال مدريد بعد ما ريال مدريد خد دوري ابطال اوروبا، وتبتدي قصه مبابي مع ريال مدريد. الفكره كلها بقى ان من ساعه ما مبابي راح ريال مدريد الناس حاسه ان مش هو ده مبابي وان عنده اكتر من كده، مع انه بيدخل اجوان بس هما الناس مش حاسه بده. ما اعرفش هل انتوا شايفين او انتقال مبابي لريال مدريد في صالح ريال مدريد واللاعب وهينجح ولا لا؟ قولوا في الكومنتات وسلام.